هي مو بس حياة طفل، انتو هون عم تاخدوا قرار بحياة إنسان، وأنا بدي أعرف مين رح ياخد هيك قرار بهذا الغضب والكره، وبهي الطريقة أنا كمان رح كون قادر إنه أعرف مين اتخذ قرار بحياتي. قلب أصلان، أنت معك حق بكل كلمة حكيتها هلأ، بس هدول بيكونوا أمك وأبوك، وأنت ما خلقت من مرة تانية غير مرته. وقت نحن عشنا كل هاي الأحداث ما كان في غير جثة شاب وعيلة كاملة على حافة الانهيار، بس أنا ما كان إلي أي علاقة بالقرار اللي خلاك توصل لهون. بلا مريم إليك، هو أكيد هلأ مو وقتها، بس كان في إليك علاقة. لتعرفوا مين كان السبب وتحملوا بعض مسؤولية اللي صار معي رح تتخانقوا. لا تجرحوني أكتر. ولا تحرجوني إلي كمان. قلب أصلان قال هلأ أنا عشت هذا الوضع، لا تخلوا غيري يعيش هالشي كمان. ماشي، حلو هالحكي، ما رح نعيشه، بس قلي سمعت شي مرة واحدة كلمة زعلك؟ أنا قمت مشانك بدور الأم، وهي المرة هي اللي دارت بال عليك، ولطفية كانت أخت إلك. أبوك لو كان لساته لهلأ عايش كنت كل يوم عم تاكل منه قتلة. وما كان خلاك تسافر لحتى تدرس عند الأجانب، ولا دللك مثل عمومك عطوك كل شيء، مصاري معك والكل بيحبك، وفي إلك عيلة هون. كلها بتدعمك. يا عمري لا تبكي. يا ستي أنا ما بقدر أوفيكم حقكم أبدا، بس أنا في عندي أم كمان مثل يونس سليم، يعني حتى هو في إله أب لسه. ما رح أتخلى عن ابني لو شو ما كان، وتحت أي ظرف مستحيل إني أتخلى عنه. إلا إذا بس أحمل حالي وأطلع من البيت. خضر يبعت الياس وراي لحتى يقتلني وموت، ومن بعدها كأب خلى حدا يقتل أم ابنه، هو بيقدر ياخده لعنده ويربي، وبتخلص هي القصة كلها. وليش الياس ليعمل هيك شي أصلاً؟ هذا الحكي سخيف. ماشي، الصوص بيعملها، الصهر بيعملها، أي حدا. أو أنا باخده ليونس سليم وبستأجر بيته وبسكن لحالي وبربيه لحالي كمان. يعني لا أولادي ولا نازلي ولا مريم بيشوفوني. أنا هذا الحل اللي عندي، بكفي هيك. بابا الهروب ما له حل بالمرة.
ابني رجع يحكي. طلب مني شو ما بدك، حط حالك مكان يونس سليم شوي ورح أعمل يلي بتقول عليه أنت. يونس سليم بيكون أخي. شو؟ مثل ما هو أخي هو أخوكي. بما أنه ما فيني غيره لأبي لأنه عمل هيك غلط، وأخي كان هو نتيجة هذا الغلط، ما فيني أعتبره أنه غلط.